بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر جدا من الجميع، عندي مشكلة في الإنترنت، ما أدري هل الصوت واضح الآن أو هل الجميع معنا؟ هل تسمعوني؟ طيب جميل جميل. أعتذر جدا على ما حدث، عندي مشكلة في الإنترنت هي اللي سببت العائق يعني، واخذنا وقت حتى عدنا الى المحاضره. عموما حياكم الله واهلا وسهلا بكم في اللقاء السادس. اليوم بحول الله وقوه سنتطرق الى الوحده السادسه، وهي الوحده الخاصه بسياسات وقرارات السلام. طيب اليوم بحول الله وقوه سنتطرق، طبعا الوحده هذه بحول الله سناخذها على 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 محاضرتين، على لقاءين، اللقاء السادس هذا واللقاء القادم بحول الله هو اللقاء السابع. طبعا أنا نزلت الشرائح لكم في المنتدى لأجل أنه يعني بما أنكم أغلب الطلاب طلب الشرائح، فنزلتها في المنتدى بحيث أنك تتابع معي أو تحضر قبل المحاضرة. طيب اليوم بحول الله سنتكلم عن ما هي السلعة تعريفها، وما هي مستويات المنتج، وكذلك تصنيف السلع ودورة حياة السلع والعلامة التجارية. هذه بإذن الله سنتطرق لها المحاضرة القادمة. طيب الآن لو جينا كبداية وسألنا أنه ما معنى السلع، طبعا العلاقة بين الشركة وبين العميل أو كسوق مستهدف، العلاقة بينكما هي قائمة على أساس هذا المنتج اللي أنا قدمت لك. فالعلاقة بيني أنا كشركة وبين المستهلك أو السوق المستهدف يربطها أو ما بينهما هي المنتج الذي يقدمه الشركة لإشباع حاجات ورغبات هذا السوق. لذلك المنتجات تمثل هي كالمحرك الأساسي لقيام الشركات وتطورها ونموها، وأيضا تطور منتجاتها. لذلك المنتج هذا هو حلقة الوصل، معذرة، هو حلقة الوصل، بقول حلقة وبقول علاقة يعني، هو حلقة الوصل والعلاقة بين المنظمة أو بين الشركة وبين المستهلك أو السوق المستهدف، وفي عدة مستهلكين. طبعا الآن لو جيت سألنا ما معنى السلعة أو ما معنى السلعة، طبعا احنا تطبقنا في أذكر في لم تخن الذاكرة في أول أو ثاني لقاء قلنا أنه أنواع المنتجات ما هي؟ أنواع المنتجات ثلاثة أنواع، إما سلعة أو خدمة أو فكرة، وطبعاً في أشياء أخرى ذكرناها لكن ما ودنا نتطرق لها، يعني إحنا نتطرق للشيء الأساسي اللي هو السلعة والخدمة. ما هي السلعة؟ السلعة طبعاً هي تختلف عن الخدمة، وتسويق السلعة يختلف يعني ما أبغى نقول تماماً، ولكن بنسبة كبيرة عن تسويق الخدمات. لما تقدم أو تعمل على ترويج سلعة أو تسويق سلعة ليس مثل الخدمة، لأن السلعة مرئية بينما الخدمة يعني لا ما تراها بالعين، مجرد السلعة تستطيع أنك تلمسها أو تتذوقها أو تلمسها أو تشمها، بينما الخدمة لا. يعني الخدمة الإنترنت الآن كيف تقيسها؟ تقيسها عن طريق الاستخدام، يعني هل قبل تشتري الخدمة الآن أو تحصل على الخدمة هل تستطيع قياس هذه الخدمة وهل فعلا مفيدة لك ولا لا؟ بينما السلعة لا، تشوف شيء قدامك أنت شكلا ومواصفات ولونا ورائحة وأي نكون من هذه المواصفات الخاصة بالسلع. طبعا الآن ما هو تعريف السلع؟ طبعا السلع بشكل عام يعني هو أي شيء يعرض في السوق من جانب منظمة ما، من جانب شركة ما، يستخدم هذا المعروض في إشباع حاجة ورغبة معينة لدى فرد آخر. لذلك أنت تستطيع كشركة أن تشبع حاجات ورغبات المستهلك من خلال هذه السلعة. فالسلعة هي عبارة أي شيء يتم عرضه في السوق. إحنا تكلمنا قبل إنه ما معنى السوق من وجهة نظر طبعا تسويقية. تذكرون تكلمنا أتوقع إنه كانت في الوحدة الماضية إنه قلنا السوق لا يصنف سوقا من وجهة نظر أهل التسويق إلا أن تتوفر فيه في أربعة شروط أساسية، وهي أن تتوفر الحاجة والرغبة، القدرة الشرائية، والاستعداد أن لا تكون مكرها أو مجبرا على شراء السلعة، والنقطة الرابعة وهي السلطة، أي أن تكون يعني أنه ما يوجد موانع سواء قانونية أو دينية أو أخلاقية أو عرفية تمنعك من شراء هذا المنتج.
فالسلعة هي عبارة عن أي شيء يعرض في السوق من جانب شركة معينة، يستخدم هذا المعروض في السوق لغرض إشباع حاجة ورغبة معينة لدى فرد آخر. بشكل عام أو بشكل أدق، ما هي السلعة؟ نجي للتعريف الثاني الآن. يقولك السلعة عبارة عن مجموعة من إيش؟ من المواصفات أو من الصفات الملموسة وغير الملموسة. السلعة نفسها هناك أشياء تستطيع أن تلمسها في السلعة، وهناك أشياء يعني لا تستطيع أن تلمسها. يعني من ضمن الأشياء التي تستطيع أن تلمسها هي شكل العبوة، الغلاف، تتحسس السلعة. هذه من الأشياء التي تستطيع أو من الصفات الملموسة. الغير ملموسة مثلا زي السعر وسمعة الشركة. طبعا السمعة المقصد فيها اللي هو شهرة المنتج أو الشركة نفسها. هذه أيضا يعني صفة من صفات المنتج أو من صفات السلعة، لأن هذه السلعة تبع لي أنا شركة كشركة. فبالتالي أنا سمعتي أنا كشركة أو سمعة منتجي تنطوي على صفات هذه السلعة. لأنه بعض الناس أنا يعني ممكن تعرفون أنتم أنه أحيانا قد تشتري المنتج بناء على والله سمعته أو مثلا شهرته أو أنه والله الماركة الفلانية أو العلامة التجارية الفلانية. فالسلعة عبارة عن مجموعة من الصفات، سواء كانت هذه الصفات ملموسة أو غير ملموسة. تشمل ذلك العبوة، عبوة سواء السلعة كانت يعني عبوة زي البيبسي، الموية، المشروبات مثلا الغازية أو العصائر، أيا كان. كذلك الشكل طبعا حاجة من الحاجات التي تدفع المستهلك نوعا ما لاتخاذ قرار الشراء، اللي هو شكل المنتج. أحيانا قد تشتري منتج وقد لا بالضرورة لا يعكس ما بداخله، وهذه راح نتطرق إن شاء الله في آخر الوحدة يعني إن شاء الله اللقاء القادم عن مسألة العبوة والتغليف. هذه طبعا نقطة جدا شيقة ومهمة. أيضا يشمل اللون، كذلك اللون من الأشياء المؤثرة حتى على اتخاذ قرار الشراء. لذلك تجدون بعض المنتجات يعني فيها اللون الأحمر. ليش الأحمر أو البنفسجي أو الأخضر أو الأزرق؟ طبعا لكل لون يعني زي مثلا غالب مثلا علب الموية تحصل اللون مثلا بالعادة يعني أزرق أخضر، يعني أزرق السماء أو البحر وأخضر الحياة أو الانتعاش أو ما شابه. كذلك السعر طبعا هذه من الصفات اللي موجودة في المنتج، والسمعة والمكانة لكل من المنتج نفسه. طبعا إذا تشوفون أنتم هنا في الشريحة مكتوب هنا المنتج طبعا يعني أتوقع أنكم تعرفون وش معنى المنتج. هو الشركة نفسها. المنتج هو ما قدمته الشركة اللي ينطوي عليه إما سلعة أو خدمة. ففي فرق طبعا في تشكيل الكلمة. يعني المنتج وهو عبارة عن الشركة أو المنظمة التي أنتجت هذه السلعة أو الخدمة. طبعا أيضا تشمل كذلك خدمات ما بعد البيع والتي يقدمها المشتري يعني لغرض يعني إشباع حاجة ورغبة معينة في المستهلك. طبعا أنت حتى الخدمات ما بعد البيع من اللي مثل الصيانة والضمان والتوصيل والتركيب، كل هذه الأشياء طبعا هذه من صفات المنتج يعني أو من صفات السلعة نفسها. فالمنتج هو السلعة أو الخدمة أو الفكرة. واضح؟ طيب بالنسبة اللي يسأل لسه للأمانة ما طلعت على ملخص نوف الإنجليزي لسه الآن ما طلعت عليه يعني، لكن إن شاء الله بإذن الله سأطلع عليه خلال الأيام القادمة إن شاء الله. طبعا راح أرد على الكلام هذا في المنتدى. بالنسبة للشرائح والكتاب يعني أنا يعني والله للمرة هذه يعني أنا متأكد في المرة 100 أقول الكتاب ليس كل ما في الكتاب وما في الوحدة نفسها اللي بناخذها زي سياسات وقرارات السلع. ليس كل ما في الوحدة معنا. يعني اللي بيتابع معي الكتاب مع أونلاين أو في جنبه الآن سيجد أني فعلا ترى اللي جالس أتكلم عليها نقاط محددة في الوحدة. يعني الكتاب يعني رجاء يعني أنا والله ما أبغى أعيد الكلام هذا أكثر مرة، لأنه يعني خلاص يعني أنا استهلك. أنا كذا مرة عدت الكلام في المنتدى وفي اللقاءات هنا أذكرها يعني 3 أو 4 مرات. الكتاب ليس كل الكتاب، ما أقول الكتاب تقريبا فيه 12 وحدة. ما هو معنا؟ فقط 7 وحدات، 7 وحدات من أصل 12. طيب 7 وحدات هذه هل كلها معنا؟ لا، ليس كلها معنا، وإنما فقط يعني نقاط مختارة هي اللي موجودة في السلايد. اللي في السلايد الآن هي اختصار اللي في الكتاب. لكن أنا ما بستمد عن السلايد الآن ليش أو الشرائح لماذا؟ لأن الشرائح هي اختصارات فقط يعني الهيدلاينز الأشياء النقاط الرئيسية، لكن تفصيلاتها موجودة في الكتاب. تفصيلاتها ليست بشيء كبير، يعني أنت هنا قد ما تفهم حاجة لكن التفصيل يبين لك النقطة اللي أنا شرحتها.
فأتمنى يا شباب ويا بنات أنه يعني وصلت الفكرة الآن. من الآن أقول لكم الكتاب ليس على اللي بيشوفه يعتقد أنه والله فعلا كبير، هو فعلا كبير الكتاب، تقريبا أتوقع 300 وشوي أو 400 صفحة، لكن والله لو بتختصرونها كلها أتوقع ما تجي في 50 أو 40 صفحة أقل حتى من كده. لذلك يعني مو كل اللي في الوحدة معنا فقط، يعني في أشياء نقاط محددة في الوحدة فقط معنا. طيب عموما الآن نجي إلى ما هي مستويات المنتج، أو طبعا خلنا نختصرها ونقول مستويات السلعة، لأنه إحنا في هذه الوحدة سنتطرق إلى السلعة، المنتج الخاص اللي هو السلعة. طبعا أي سلعة تنقسم بالأساس إلى ثلاثة مستويات. طبعا قبل كده في نقطة مهمة جدا، أنت أصلا حينما تشتري منتجا، المشتري أو المستهلك حينما يقوم بشراء منتج يعني معين، ففي الواقع أنت لا تشتري المنتج بحد ذاته أو لحد ذاته، وإنما تشتري ما يسمى بالمنفعة أو الرضا اللي أنت بتجنيها من شرائك لهذا المنتج. وطبعا هذه موجودة في معنى المنتج الجوهر. الآن بعض الناس يشتري سيارة، فمنفعة اللي أنت من شرائك للسيارة الآن، المنفعة تختلف من شخص إلى آخر، وهي ما يسمى بالمستوى الأول، مستوى الجوهر، جوهر شراء المنتج. وهذا طبعا أنت تسعى إلى تحقيق الإشباع الأقصى فعلا. أنت حينما تشتري سيارة مثلا، يعني نفرض أنه سيارة سبورت مثلا، السيارة سبورت هذه الآن أنت فعلا شريتها ليس لغرض التنقل، المنبعة ليست منبعة التنقل والمشاوير وتقضي فيها لوازمك، وإنما منبعة مثلا يعني السباقات، منبعة مثلا الكشخة، منبعة مثلا التمييز، وهلم جرى. أنت حينما تشتري الآن البلايستيشن، لعبة البلايستيشن، لما تشتري البلايستيشن هل أنت شريتها بحد ذاته أو لحد ذاتها في الشكل الأسود الآن، أنت فعلا شريت المنفعة اللي أنت ستجنيها من هذا المنتج، اللي هو قضاء وقت ممتع مثلا، أنك تجلس والله 3 ساعات تلعب وتستانس، اللعبة اللي تشتريها الأم لطفلها عشان يلعب ويستانس، هي فعلا شرت سلعة، لكن فعلا هي ما شرتها بحد ذاته، وإنما شرت، لما نجي للمنظر، أنت شريت وقت عشان الطفل يستمتع فيه أو يلهى فيه أو يتعلم فيه، هذا فعلا أنت شريت، هذا ما يسمى بجوهر المنتج. وطبعا هذا يختلف من شخص لآخر، قد تجد أنه مثلا اللعبة الواحدة مثلا، تجد أنه شخص يقول لك والله فعلا يعني أبغى هذه، وشخص يقول والله ما أتبعها، ما أجد أنه إنها، لذلك جوهر المنتج يختلف من شخص لآخر، اختلف من شخص لآخر. سيارة مثلا معينة بشكل معين، ديزاين معين، المنفع اللي بجنيها عكس عن أخوي، عن صديقي، بالتالي هذا ما يسمى بالمنتج الجوهر، وهو جوهر المنتج فعلا، اللي في الغالب أنه أي منتج حينما تشتريه ففي يعني كحد أدنى يشمل المنتج الجوهر وما يسمى بالمنتج الملموس. ماذا يقصد بالمنتج الملموس؟ طبعا المنتج الملموس هو المقصود فيه الجوانب المنتج الملموسة، يعني الجودة والسعر، العبوة، الغلاف، الأشياء هذه، هذا تسمى منتجا ملموسا. الآن جاي الصيف، الآن حينما تشتري مكيفا مثلا، فأنت فعلا يعني هل شريت المكيف بحد ذاته، ولا أنت فعلا تراك شريت التبريد من المكيف مثلا في الشتاء، أو التدفئة في عفوا التبريد في الصيف والتدفئة في الشتاء، أنت فعلا شريت اللي هو جوهر المنتج اللي هو التبريد، انت ما شريت الشكل هذا، يعني شيء لاحق للمنتج، وهو انه والله تقول انت والله بالنقطة الأساسية، أول حاجة أنت ما يهمك دائما حين الشراء المنتج الجوهر، اللي هو جوهر المنتج، أنا والله شاري المكيف عشان التبريد، وتبريده عالي وتبريده جيد ويستمر ساعات طويلة وهلم جرى. لكن المنتج الملموس هو شكل المكيف الآن، تصميم المكيف، لونه مثلا، طريقة التحكم فيه، وهل المعلومات هاي تسمى منتجا ملموسا. المستوى الثالث وهو ما يسمى بالمنتج المضاف. طبعا هذا المنتج المضاف هو ما يسمى بالمنتج اللاحق أو الخدمات الإضافية اللاحقة بالمنتج، مثل التركيب والصيانة والضمان والأشياء هذه. الآن مثل لما تشتري مكيف، شريت أول حاجة، لما تجي منطقية، لما تروح تشتري السوق لا تشتري مكيف، أنت منطقية تراك فعلا تراك أنت يعني تطبق الثلاثة أشياء هذه. الآن حينما تشتري، أول حاجة أنت تلتفت لها اللي هو جوهر المنتج، هل تبريد المكيف ممتاز، هل الماركة المكيف مثلا. الشيء الثاني، والله تبريد ممتاز، طيب هل شكل المكيف كويس، يعني تصميمه مناسب، أو طول المكيف أو حجمه وطريقة
حقيقة مثلا المراوح أو فتحة التركيب، وهلما جرب. النقطة الثالثة وهو المدري الواقع اللي هو التركيب، هل تأخذون وتركبون عندي في البيت الآن، توصلون البيت تركيب وتوصيل مثلا، هل الضمان يشمل مثلا سنة سنتين ثلاث، قد يمتد إلى 3 سنوات 4 سنوات على حسب الشركة. فبالتالي هذا ما يسمى بمستويات السلعة، وهي 3 مستويات. طبعا كل مستوى نوعا ما يدفع المستهلك لاتخاذ قرار الشراء بنسبة أعلى. يعني المنتج الجوهر أنت وجدت الآن، طبعا هذا المنتج الجوهر مثل ما قلت أنه يختلف من شخص إلى آخر. طبعا أنه واحد يرى أنه والله مثلا أنا والله ما أبغى التبريد العالي، أبي تبريد متوسط، بالتالي أنت جوهر المنتج فعلا يعني يختلف من شخص إلى آخر، والشكل كذلك. ولكن هذه من معززات الشراء، وخاصة ما يسمى بالمنتج المضاف، هذا من معززات الشراء أو مما يجعل عملية الشراء السريعة. الآن لما تجي تشتري جهاز آيفون مثلا كمثال، الآن جهاز آيفون الآن جديد مثلا، فأنت فعليا تراك تشتري 3 أشياء هذه، الجوهر والملموس والمضاف. الآن قد تجد الجوهر قال لك والله مثلا الآيفون مثلا، يفرض يعني واحد يقول والله أنا أبغى أتميز مثلا، أبغى أشتري جهاز جديد، أو أنه والله سرعة الجهاز مثلا الآن تطورت وأصبحت عالية جدا، الرام الآن أو التخزين عالي الآن، وهلما جرت المنتج الملموس اللي هو شكل الخارجي، الغلاف الآن أو الشاشة، طريقة الكاميرا مثلا أو زر اللمس مثلا. المنتج المضاف مثلا زي الشاحن، اللهم صل على محمد، السماعات والضمان، هذه من المنتج الضاف. انت فعلا لما تجي تشتري الايفون، هل انت تجي بدايه تقول ابغى اشتري الضمان؟ اول حاجه تلتفت اليها الضمان. انت لا تلتفت في الضمان الا في اخر شيء تقريبا، بذلك انت فعليا تبدا من اول شيء من المنتج الجوهر. ذلك هذا يشكل النقطه الاساسيه في 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 شرائك للمنتج. ثم بعد ذلك ياتي اللي هو الجزء الثاني اللي هو منتج ملموس، ثم المنتج المضاف. يعني ما في ليس من المنطق انك تجي عشان تشتري الجهاز الايفون تقول والله خليني بشوف اهم حاجه عند الضمان، او اهم شيء حاجه اللي مثلا الصيانه مثلا. بالتالي طبعا هذه اشياء لاحق، وانما هي من معززات الشراء، مما يدفعك لاتخاذ قرار الشراء بنسبه. انت لما نوزع قرار الشراء بين الثلاثة مستويات هذه، فأنت قد تجد نفسك هنا أنه هنا يشكل تقريبا ممكن 60%، وهنا يشكل تقريبا يعني نفرض 30%، هذه ما يقارب 90%، والضمان أو المنتج المضاف ما يشكل 10%. طبعا طيب الأشياء هذه كلها أنه فعليا حنا نبغى نخلص إلى أنه فعلا يجب على المنتج وهي الشركة أو البائع أنه ينظر للسلعة ليس من وجهة نظره، وإنما من وجهة نظر المستهلك. ليش؟ لأنه أنت ستقدم هذه السلعة إلى المستهلك النهائي، فهو يريد أنت تريد أن تشبع حاجاته ورغباته وتجعله يشتري هذا المنتج، لأنه أنت وفرت له الشيء اللي يبغاه وللسوق المستهدف. فبالتالي أنت حينما تنظر للسلعة لا تنظر لها من وجهة نظرك كشركة، والله أنا الأنسب لك هذا. إذا تذكرون تكلمنا عن مراحل تطور المفهوم التسويقي، وقلنا فيه المرحلة الأولى اللي مرحلة المفهوم الإنتاجي، ومرحلة المفهوم البيعي أو السلعي. كل هذه المراحل الثلاث لا ما كانت تنظر للسلعة من وجهة نظر المستهلك، وإنما كانت تنظر لها من وجهة نظرة من احتياجها. هل أنا قادر أنتج المنتج هذا؟ بس ما أقدر أنتج لها المنتج هذا. فبالتالي هذه أصبحت تصعب على الشركات. المفهوم التسويق الحديث الآن لا، يجب على الشركة قبل أن تنتج وأن تضع منتجاتها في السوق أن تنظر إلى المستهلك وتعرف ما هي حاجاته ورغباته بداية، ثم أنت بناء على الحاجات والرغبات. مفهوم التسويق الحديث إذا تذكرون أنه أنت بداية تبدأ بداية الإنتاج تبدأ من السوق، من دراسة السوق ومعرفة ما هي حاجات ورغبات هذا السوق والزبائن، ليش يحتاجون ويرغبون، لأنه بناء على حاجاتهم ورغباتهم أنت ستقوم على إعداد منتج يلائم هذه الحاجات والرغبات. فبالتالي حينما تضع منتجك في السوق لن يتوانى المستهلك في شراء هذا المنتج، لأنه المنتج الآن لبى رغباته وحاجاته. أنت الآن عرفت المستهلك وش يبغى، ما هي حاجاته ورغباته، وما هي قدرة الشرائية. فبالتالي ما الذي يمنع المستهلك؟ تذكرون تكلمنا عن مفهوم السوق من وجهة نظر تسويقية، وقلنا أن السوق لابد أن يشمل من ضمنها اللي هو الحاجة والرغبة وكذلك القدرة الشرائية. إذا طبعا أنت وفرت الحاجة هذه، وش اللي يمنع المستهلك من شراء السلعة؟ أنت وفرت لي منتج طبعا يعني يناسبني يعني بنسبة كبيرة جدا،
وسعره ملائم بالنسبة لي. ما الذي يمنع المستهلك أو يعيق المستهلك من شراء هذا المنتج؟ يعني ما في سبب مقنع من وجهة نظر حتى المستهلك انه يعيقه من شراء السلعه. فبالتالي انت كشركه تريد ان تصل الى هذه النقطه، انه انا انتج المنتج للمستهلك بحيث ان المستهلك حينما يجد المنتج امامه سيشتري هذا المنتج ولن يتوانى في 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 اقتناء هذا المنتج. طيب الان نتطرق الى تصنيف السلع. طبعا اي شركه انت لابد ان تعرف نوعيه السلع التي تقدمها. هل الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ طيب جميل. يجب أن تعرف أولاً، إحنا في البداية قلنا هنا يعني تصنيف السلع. يجب أن تعرف كشركة ما نوع السلع التي أنت تنتجها وتبيعها. هل أنت تبيع على المستهلك النهائي أو تبيع على شركة؟ أنا كمنظمة كشركة الآن، هل أبيع منتجاتي على أفراد أو أبيع منتجاتي على شركات؟ هل المزيج التسويقي الآن؟ واحد سؤال الآن، هل المزيج التسويقي حينما أستهدف بمنتجاتي أفرادا مثل المزيج التسويقي حينما أستهدف بمنتجاتي منظمات أو شركات؟ هل المزيج التسويقي واحد؟ ها؟ المزيج التسويقي واحد لا، المزيج التسويقي يختلف وليس واحدا وليس ثابتا. والسبب لاختلاف السوق الآن، لاختلاف السوق والاختلاف حاجات ورغبات هذين السوقين. تذكرون إذا تكلمنا يعني في تجزئة السوق، يعني شوف الأغلب المواضيع اللي طبقنا الآن كلها معتمدة على السابق. في تجزئة السوق إنه حينما يعني تنظر إلى السوق وتعمل على تجزئة السوق إلى أقسام معينة تجزئها إلى مثلا ثلاثة أربعة خمسة أجزاء وتستهدف سوقا محددا. فأنت سويت مزيج تسويقي يتكون من الفور بيس الآن، نفرض اللي هو المنتج والسعر والمكان والترويج. هذا الفور بيس الآن للسوق هذا حينما تستهدف سوقا آخر ثاني، هل المزيج تسويقي واحد نفسه؟ إذا واحد بمعنى أن السوق يختلف، لأنه المزيج نفسه، السعر نفس السعر، والمنتج نفس المنتج بالضبط، والطريقة الترويج واحدة، بالتالي لا يوجد الآن الفرق بين السوقين. بالتالي أنت إذا قدمت نفس المزيج بالتالي معناه أن السوق الثاني لا يختلف، تبي كأنك رجعت لأن السوق واحد. وإنما الأساس حينما تستهدف سوقا آخر فإنك تغير المزيج التسويقي بما يتناسب مع السوق الآخر. أنت كشركة الآن عشان تصمم مزيج تسويقي وبرنامج تسويقي ممتاز جدا، يجب أن تعرف أول حاجة ما هي نوع السلع اللي تقدمها. هل أنت تقدم سلعا استهلاكية أم سلعا صناعية وما يسمى بسلع المنظمات وسلع سلع الشركات. نجي الآن ما معنى السلع الاستهلاكية. الآن نجي لتفصيل الآن وش معنى السلع الاستهلاكية. السلع الاستهلاكية هي السلع، الآن واضح تأليف بالدانكو، هي السلع التي يشتريها المستهلك النهائي بغرض استهلاكا شخصيا نهائيا. ما معنى الكلام هذا؟ هي السلع التي يشتريها الفرد يستهلكها. هل الصوت واضح؟ أنا ما أدري هل هو واضح جدا ولا ما أدري، اليوم في إشكالية في الانترنت معذرة يعني. طيب هل الصوت واضح؟ طيب جميل. الآن ما هي السلع الاستهلاكية؟ هي السلع التي يشتريها الفرد وهو مستهلك نهائي بغرض استهلاكه شخصي. وش معنى الكلام هذا؟ معناه أنه أنا السلعة هذه أنا وديتها أو بعتها للفرد المستهلك، هو أخذها واستهلكها استهلاك نهائي، استهلاك ما بعده يعني هو ما يأخذها ولا ينتج بها منتجات أخرى أو يعيد بيعها. إذا أعاد بيعها فلا ما بعتها لمستهلك نهائي، بعت على ما يسمى بالمستهلك الصناعي. لكن السلع الاستهلاكية الآن أنا سلعي الآن أبيعها الآن للفرد ولا أبيعها لشركة؟ أنا لما أبيعها ما يسمى بالسلع الاستهلاكية هي السلع اللي أنا أبيعها للأفراد ويأخذونها لغرض استهلاكهم الشخصي، يعني استهلاك فرد لوحده يعني. طبعا هذه تختلف، غالبا السلع الاستهلاكية يعني اللي يشتريها الفرد يشتري بالحبة حبتين ثلاث، بينما ما يسمى بالسلع يعني نفس السلعة بيكون فرقون الآن، نفس السلعة هي نفس السلعة، سلعة واحدة الآن مثل اللبن المراعي مثلا. قد تكون سلعة لي قد أصنفها على أنها سلعة استهلاكية إذا بعتها لفرد، الفرد يشتري حبة يعني حبة حبتين بكثير ثلاث حبات، بينما إذا بعتها مثلا على شركة مثلا قهوة الآن زي مثلا دانكن دونتس ولا ستاربكس يشترون الحليب ولا لا الآن من المراعي أو نادك ويخلطونه مع القهوة ويبيعون الآن. الآن أنا حينما كشركة نادك الآن حينما أبيع الحليب أو اللبن إلى الفرد
وأبيع للشركة يختلف تماما. السعر للفرد يختلف عن السعر للشركة أو لشركة دانكن مثلا. كذلك الكمية، الفرد يأخذ حبة واحدة لغرض استهلاكه شخصيا، ما راح يبيعها ولا يتاجر فيها، بينما الشركة دانكن ستأخذها لأجل أن تضعها في منتجاتها وتبيعها مرة ثانية. طبعا احنا طبقنا إن شاء الله المحاضرة القادمة مع السلع الصناعية، لكن السلع الاستهلاكية هي السلع اللي يشتريها الفرد ويستهلكها استهلاكا شخصيا. طبعا هناك ثلاثة أنواع أو تصنيفات للسلع الاستهلاكية. طبعا الكتاب ذكر لكم أربع نقاط، طبعا ليس معكم إلا ثلاثة فقط، وهي السلع الميسرة وسلع التسوق والسلع الخاصة. ما المقصود في السلع الميسرة؟ طبعا السلع الميسرة المقصود بها هي السلع التي يشتريها المستهلك. طبعا أنا ما أدري إذا وضحتها في السلايد اللي بعدها ولا لا. أيوة جميل جدا، أيوة ممتاز. السلع الميسرة ما هي؟ هي السلع اللي طبعا حينما يشتريها المستهلك فإنه يعني يشعر نوعا ما بعدم تكلف في شراء هذا المنتج، يعني أنه ما تجمع معلومات كبيرة جدا عن هذه السلعة قبل أن تشتريها. وبالعادة أنه هذه السلعة أنت تحتاجها بصفة دورية، إما صفة يومية أو أسبوعية أو شهرية، وأيضا تتميز إلى أنها أسعارها منخفضة. وبالتالي الآن مثل اللبن، الآن اللبن أو الخبز مثلا أو المشروبات الغازية أو الأشياء هذه الموجودة في السوبر ماركت، بالعادة أنت ما تجمع معلومات والله مثلا عن شركة نادي تشوف إيش اللبن حقها، أو أنه والله الشركة هذه موجودة ولا موجودة. هذه السلع الميسرة هي السلع اللي نقطة مهمة جدا، وهي هذه مما يعيبها أنها سهلة التبديل. أنت قبل تشري لبن هل تأخذ لك كل يوم تجمع معلومات عن شركة المراعي مثلا أو نادك؟ لا، يعني ما مو بالطريقة هذه، إنه والله لبن المراعي أو الصافي، أو مثلا أحيانا مثل بعض مواد التنظيف مثلا الصابون أو الشامبو والأشياء. هذه السلع أنت بالعادة تحتاجها بصفة دورية، إما صفة يومية أو صفة مثلا أسبوعية. وبالعادة أنت ما تجمع معلومات كثيرة عند شرائك لهذا المنتج. أيضا نقطة مهمة جدا، وهو مما يعيب هذه السلع، هو أن المستهلك حينما لا يجد المنتج أو السلعة اللي يبغاها الشركة التي يبغاها، فإنه سيلجأ إلى شركة أخرى. وهذه من عيوب السلع الميسرة طبعا. والسبب الآن نفرض يعني فرضا أنه والله أنت، يعني ما أدري هل شرحت سابقا ولا لا، لكن عموما نعيد النقطة هذه. رحت مثلا البقالة بتشتري مثلا، يعني كمثال أنا تشتري لبن المراعي مثلا وقت الظهر الآن، وما وجدت المراعي، هل ستقول والله ما أبغى خلاص أروح البقالة أخرى أو سوبر ماركت آخر وبشتري والله المراعي؟ طيب رحت المرة الثانية، هل اللبن الآن والخبز والأشياء هذه من الأشياء التي تجعلك يعني إذا ما وجدتها تروح تبحث عنها باستمرار حتى تجدها ولا لا؟ بالعادة أن هذه السلع حينما تجدها فإنك تلجأ إلى إيش؟ إلى بديل لها والمنافس لها، إلى منافس هذه السلعة. بالتالي إذا ما وجدت أنت المراعي تلجأ لي مثلا الصافي أو نادك. لذلك فالاستراتيجية التي تتبعها الشركات في هذا النوع من السلع، طبعا وهي استراتيجية جدا مهمة ومتعبة جدا، وهي ما يسمى باستراتيجية التوزيع المكثف لمنتجاتها، والعمل على توفيرها في المكان والوقت المناسب للمستهلك، في أقرب مكان للمستهلك وفي الوقت المناسب لها. الآن نعيد ونرجع لمثال اللبن. الآن لو قلنا المراعي مثلا لم توفر مثلا لبن في حي، يعني كمثال الآن نفرض حي مثلا يعني من أحياء مثلا الرياض، حي مثلا العليا، لم توفر اللبن اليوم في حي العليا. طبعا المستهلكين الآن اللي داخل الحي هؤلاء، إذا فعلا هم يعني في جزء منهم، يعني كم يشكلون تقريبا 50,000 40,000، خلينا نقول 40,000. ال40,000 الآن نفرض أنه يعني كان بالعادة منهم مثلا 20,000 يشترون مراعي، اليوم ما وجدوها الآن، هل بيضطر يروح إلى حي آخر رجل يشتري؟ بالعادة أنه هذه السلع إذا ما وجدت هذه فإنك تلجأ إلى المنافس أو البديل. يعني الآن 20,000 اللي طلعوا من المراعي وراحوا إلى شركة نادك، والسبب أنه المراعي لم توفر المنتج في الوقت والمكان المناسب. يعني جاءت المراعي نفرض أنه ما وفرت اللبن إلا وقت العصر، بالعادة أنه اللبن يشترى مثلا من بعد الساعة 10-11، يعني وقت الظهر في الغالب، يعني يشتد أو ذروة الشراء تكون يعني من الساعة 12 والواحدة والثنتين تقريبا.
الآن المستهلكين بالعادة يشترون في الظهر ما لقوا إلا المرايا، فهو سيلجأ إلى البديل أو إلى المنافس. النقطة الأهم والأخطر هو أنه حينما يتوجه المستهلك إلى المنافس، طبعا أخطر ليش؟ لأنه الخوف ألا يعود المستهلك مرة أخرى إلى المنتج الأول، إلى الشركة الأولى. وهذا ما يقلق الشركات، لأنه إذا رحت أنت للمنافس قد يجوز لك المنافس، أو قد تعجب فيه، أو قد أنه والله تجد أن المنتج الثاني أو البديل الآن أنه طلع والله أفضل من المنتج السابق. فبالتالي 20,000 الآن اللي طلعوا وراحوا إلى شركة مالك يوم غد مثلا أو بعد غد مثلا، كم متوقع أن يرجع منهم إلى المراعي؟ طبعا إذا جاء إلى شركة نادر مثلا كان أفضل بالنسبة لل 20,000، فمن المتوقع ألا يعودوا 20 كلهم إلى المراعي. ولنفرض أنه مثلا يعني نصف العدد هذا مثلا قال والله ممتاز بالنسبة لنا، فبالتالي سيبقى 10,000 الآن في نادر الآن، ولن يعودوا جميعا إلى المراعي. بالتالي 10,000 الآن عميل في يوم واحد، انت خسرتهم في يوم واحد الان. طيب لو نفرض انه كل عميل 10 ريال، يعني عفوا ريال واحد الان، انه هو يدخل الشركه ريال واحد يشتري لبن بريال، ال 10,000 على يوم واحد هذا ما يعادل 10,000 ريال. طبعا في يوم واحد قد يعني بتكون انها والله بسيطه 10,000 معوضه يعني. لكن لو استمروا هؤلاء العملاء ال 10,000 على الشركه الاخرى المنافسه لك طوال سنه كامله، هو يشتري المنتج هذا بصفه دوريه بشكل منتظم على مدى يومي، على مدى سنه وهي 365 يوم من 10,000 أي ما يعادل 3,650,000 ريال تقريبا فقدتها المراعي بسبب يوم واحد، مو في يوم واحد وإنما وقت محدد فقط من 10 صباحا إلى الساعة 2 الظهر، خسرت فقط 3,650,000,000 في السنة الواحدة. لو فرضنا أنه أنت لم توفر المنتج في عدة مدن أخرى مثلا أو عدة أحياء أخرى، فبالتالي أنت ستخسر هذه الشريحة، لأن هذه الشريحة هي التي المستهلك إذا ما لقى المنتج هذا يروح لمنتج آخر وخلاص يعني. فبالتالي الاستراتيجية المتبعة هنا، وهي تعمل الشركات دائما أن توفر، ركزوا، الاستراتيجية المتبعة الخاصة بالسلع الميسرة هي أن تتبع الشركة استراتيجية التوزيع المكثف لمنتجاتها، أي العمل على توفير السلعة في أقرب مكان للمستهلك وفي الوقت الذي يناسبه. تكلمنا سابقا عن المنفعة التي توفرها إدارة التسويق، تكلم عن المنفعة المكانية والمنفعة الزمنية. إدارة التسويق من مهامها أنها يجب أن توفر المنتج أو السلعة للمستهلك في المكان الذي يرغبه، يعني أنا بوفر المستهلك لك في المكان الذي يناسبك يعني. بالتالي لا بد أوفر عشان يسهل عليك شراء وأسهل أنه يستطيع أن يبيع المنتج عليك. النقطة الثانية توفيره في الوقت الذي يناسب، وهذا جدا من يعني من المنافع التي توفرها إدارة التسويق. واضحة جدا. طيب ننتقل إلى النوع الثاني من السلع، وهو ما يسمى بسلع التسوق. طبعا هذا النوع من السلع وهو نوعا ما أعلى من السلع الميسرة نوعا ما، وهذه السلع أنت بالعادة المستهلك يقارن جودة هذه السلعة وكذلك سعرها مع منتجات أخرى في متاجر أخرى. مثال على ذلك، احنا خلنا بكم مثال مبدئيا، مثال على ذلك زي الملابس الآن، خاصة الملابس اللي فيها يعني ماركات، يعني نفرض ملابس الرجالية والنسائية. بالعادة أنت يعني قبل تشتري يعني تشوف تقارن جودة المنتج هذا، هل هو جيد، هل هو مناسب كويس المنتج، تشوف الخامة، تروح للمحل الثاني مثلا الماركة الثانية وتقارن سعره، والله هذه سعرها أقل هذه سعرها أعلى. بالتالي أنت ليس منه أنه والله ما وجدت أو رحت للسوق المول الآن ولا وجدت الماركة اللي أنت بيها، ليس من السهل انك تحول على ماركة ثانية على طول، وإنما يعني تأخذ وقت شوي. بالعادة أن تجمع معلومات قبل عن الشيء هذا، خاصة يعني مثال على زي الملابس، خاصة الملابس يعني نتكلم عن التيشيرتات والبناطيل الجينز مثلا، ملابس النسائية، الأثاث أحيانا، بعض الأجهزة الكهربائية أحيانا زي المكيفات. المكيف الآن لما تجي تشتري مكيف الآن بالعادة تدخل مباشرة على محل الأجهزة الكهربائية وتقول أبغى هذا وما حصلت هذا خلاص ما مشي. بالعادة اللي تقارن بين مثلا الماركة مثلا نفرض LG وسامسونج ومثلا الماركة الثانية وتقارن هذا كيف جودته وهذا كيف سعره، وقبل تشتري أنت ممكن أنك يعني بحثت قبلها مثلا أو رحت محل ثاني أو شاورت أحد. أو مثال على ذلك أيضا من سلعة التسوق مثلا زي السيارات، هل قرارك لشراء الآن أتكمل، هل قرارك لشراء سيارة أو مثلا جهاز تكييف مثلا المكيف مثل قرارك لشراء مثلا لبن من البقالة، هل القرار واحد يعني؟
اللبن قد تتخذه ربما في ثواني، بينما السيارة مثلا أو قد تأخذ منك أحيانا، يعني ناخذ السيارة قد تأخذ أحيانا منك أشهر، وتشاور فلان وفلان وتتصل على فلان ويكلم لك فلان مثلا عند نفس السيارة، وهل اشتريها، المواصفات والعيوب وهلم جرة. هذه ما يسمى بسلعة سوق، طبعا ليس محكور على السلعة المقصود فيها أنه اللي في الأسواق المولات يعني، ولا لكن أتكلم هي تسمى أو يطلق عليها أنها سلعة تسوق، وهي السلعة التي يعني تأخذ منك وقتا للتفكير قبل شراء هذا المنتج. كذلك من الأشياء اللي المهمة جدا اللي هي العلامة التجارية الماركت، يعني احنا نوعا ما يعني مهمة بالنسبة لك، يعني ليست الأهمية القصوى يعني، ولكن مهمة يعني انه تنظر، بس تنظر لا والله لا العلامة التجارية انا ابغى هذه او تويوتا او هونداي مثلا او مثلا ال جي او سامسونج. بالتالي هذه السلع او سلعة التسوق طبعا في العادة أنها لا تتوفر في أقرب مكان للمستهلك، لو إنما تتوفر في الغالب في متاجر يعني ما يسمى يعني زي المولات أو أماكن تجمع، زي السيارات مثلا تجد أن السيارات تتوفر مثلا في الوكالات في المعارض، الملابس مثلا تجدها في المولات مثلا، الشركات مثلا العطور تحصلهم مثلا يعني نوعا ما في مول مثلا في جهة معينة، مثلا زي شركات الأجهزة الكهربائية أحيانا تحصلهم يعني في الغالب أنهم يكونون يعني بجانب بعض، زي بعض الشركات الآن تجي لك تحط لك مثلا شركة مثلا إلكترونيات أو أجهزة كهربائية، تحط جميع الشركات في مكان واحد، يعني هي نفس الشركة تحط لك في مكان واحد، في الغالب أنه يعني المستهلك يبغى الأشياء هذه بجانب بعضها لأجل أن يقارن بين سعر هذا المنتج والسعر المنتج الآخر. طبعا هي عملية لتسهيل عملية المقارنة. طبعا هذه السلع لا توفرها طبعا في كل مكان، وانما في اماكن محدده، يعني غالبا سلع تسوق السلع نوعا ما اللي يعني انت كيف تميزها من نفسك، هي السلع يعني باختصار هي السلع التي تاخذ منك وقتا يعني قبل شراء هذه السلعه، يعني تاخذ قد تاخذ يوم او يومين او 3 أيام وانت تفكر، او حتى احيانا قد تمتد الى ساعات مثلا. والله يعني بالعاده الخبز الآن أو اللبن يعني أنا عدت وزدت على هذه بس لأنه عشان توقف الصوت، في العادة إذا ما وجدت النوع هذا هل تأخذ مثلا ساعة كاملة وأنت في السماء تقول لا والله خلني أشوف النوع الثاني؟ في العادة يعني بالغالب ما يأخذ منك يعني وقت، وربما يعني أقل من دقيقة أو دقيقة أو دقيقتين بحد أقصى يعني، وتأخذ المنتج. بينما الملابس مثلا أو الأجهزة الكهربائية هذه تجد أنك دخلت الآن وتشاور وممكن تشتري في نفس اللحظة يعني، أو ممكن تنتظر إلى بكرة وبعد وتأخذ لك كم يوم وتشاور عمرك. أحيانا في الغالب انك لا تاخذ القرار مباشره، ليش؟ لان انت تريد ان تقارن بين هذه السلعه وسلع اخرى، بالتالي تقارن فيها، لان المعلومات اللي عندك ليست متوفره، ليست من الاشياء اللي تشتريها اليوم ما تزود لك بكره ترميها. والسبب لان اسعارها نوعا ما يعني نوعا ما غاليه، او اسعارها مرتفعه نوعا ما، ليست بريالين و5 ريال و10 ريال و20 ريال، وانما احيانا اسعارها بالمئات مثلا او بالاف الريالات. واضح جدا. طبعا الوقت شارف على الانتهاء يعني خلاص، ما عاد المتبقي الا دقيقه او اقل من دقيقه. المحاضره القادمه بحول الله وقوته، طبعا السؤال كان باقي، كان باقي محاضره باذن الله متبقي لنا ان شاء الله يعني اقل من 6 محاضرات ان شاء الله، يعني 6 محاضرات تتوقع المحاضره القادمه، وبعدها بيكون ان شاء الله في دبل المحاضرات، يعني تكون في الاسبوع الواحد محاضرتين، يعني اتوقع ان شاء الله اذا لم تكن الاسبوع القادم فستكون الاسبوع المقبل يعني. وبالتالي ان شاء الله باذن الله عندنا ان شاء الله 12 محاضره سننهي فيها المنهج بحول الله وقوته. اعتذر مره اخرى على التاخير اللي حصل في بدايه المحاضره، وكان هذا خارج يعني التحكم والاراده. أسأل الله لي ولكم التوفيق دوما وأبدا، وأرجو أن أكون وفقت في الشرح المناسب لهذه الوحدة. أسأل الله لي ولكم دوام التوفيق والسداد هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.